السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا وجيه الخير، عساكم طيبين ومن الله قريبين إن شاء الله، اللهم آمين. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أصحاب خير رضي الله تعالى عنهم جميعا. المهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة يعني في الإيمان، يسأل عن الرقاب، يسأل عن كذا. بعدين قال له يا رسول الله، الحديث متفق عليه، قال له يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس، يعني أنت بإمكانك تؤذي إنسان، بإمكانك تتكلم في إنسان، بإمكانك تبطش بإنسان، تأكل حق إنسان، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أنت ما سويت شيء، بس مجرد أنك بعدت عن الغلط فإنها صدقة. إذن حبايبي فلنتصدق على أنفسنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يسلم عباد الله من أذاه يا جماعة الخير. وترى اليوم دنيا وبكرة آخرة، والله والله ليقتصن الله سبحانه وتعالى طيب من كل قوي آذى ضعيفا أو آذى مسكينا أو ليقتصن الله سبحانه وتعالى يا إخوة من الشاه القرنان الشاه الجلحاء، سبحان الله. ولا يظلم ربك أحد. إذن سلم عباد الله من لسانك ومن يدك ومن أذاك، وكن لله سبحانه وتعالى كما أرادك هو سبحانه وتعالى، لا كما أردت أنت نفسك، وفقكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه. اي نعم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله، وعين الله لم تنمي. اسال الله سبحانه وتعالى. والمظلوم ترى صاحب دعوه مستجابه، اقسم عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ثلاث دعوات مستجابات اقسم عليهن، وذكر منها دعوه المظلوم ترفع الى السماء وتفتح لها ابواب السماء وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لها الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ترى حين تكون مظلمة حاجة بسيطة، ترى لا تظن أنه لازم تظلم مظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. فينتبه لهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحللنا وإياكم، أن يحللنا من مظالم خلقه، وأن يجعلنا ممن يفد عليه وما عليه حق لأحد من عباده. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله يرحمنا برحمة الواسع. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو الغشوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، تجتمع الخصوم.